ودعمنا وساندنا إيمانا من الشباب العماني بطاقاتهم الإبداعية وحرصهم على نشر الثقافة والمعرفة في مجال الإعمار والإنشاء. أتى ملتقى ابتناء والذي ينظمه فريق ابتناء الهندسي في نسخته الثانية ليضيف قيمة معرفية لكل المهتمين بهذا الجانب. رعى افتتاح الملتقى صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. بدأنا ملتقى ابتناء الثاني الذي يضم عدة مهندسين ومعماريين مختصين في مجال العمارة بهدف نشر الوعي الثقافي والهندسي للجميع. مثل هذه الملتقيات تفيد المعماريين والغير معماريين في زيادة الوعي المعماري بين أبناء المحافظة وأبناء سلطنة عمان جميعا إن شاء الله. يهدف الملتقى إلى التعريف بأهمية العمارة والتصميم وإبراز دورها في حياة الأفراد والمجتمع، حيث تم التركيز على المتخصصين والعاملين في مجال البناء والإنشاء إلى جانب الطلاب وهواة التصميم الداخلي. ورقة العمل اللي راح أقدمها اليوم في هذه المنصة التطوعية ابتناء بعنوان هندسة الحياة، ومضمونها وخلاصتها كيف ممكن الشاب يخطط لبناء بيت العمر وأي مشروع هو مقبل عليه، ابتداء من المرحلة التصميمية، مرحلة اختيار الاستشاري المصمم المناسب، مرحلة اختيار المقاول أيضا، وكيف ممكن يدير مشروعه من البداية للنهاية ويراعي أيضا موضوع التكلفة وجودة الإنشاء وموضوع الصيانة أيضا لما بعد إنشاء هذا المشروع. العمل اللي أنا راح أقدمه هي ندوة في دور طبعا أنا كوني مهندسة معمارية، فراح أتكلم ما بين ربط الطبيعة في السكن، يعني عدم عزلة، ونتكلم عن فوائد زراعة التربة من غير سرمكتها، شو الانعكاس على الأسرة، على الإحساس، على النفسية، فهذه أمر أساسي. تضمن الملتقى عدة أوراق عمل متنوعة انتهت بتكريم المتحدثين والمدربين والجهات الراعية والمساهمين في التنظيم. يأتي هذا الملتقى بهدف تنمية قدرات الفرد ومهاراته في جانب التصميم المعماري، وذلك بهدف نشر الوعي الثقافي الهندسي للمجتمع لتسليط الضوء على المجال المعماري وإبرازه. من مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه، خالد بن محمد المعجني.